البطل الذي قاتل أسداً مروعاً هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، بينما جيش المسلمين وجيش الفرس يستعدان للمعركة، إذ يتفاجأ المسلمون بأن الفرس قد جلبوا معهم أسداً مدرباً على القتال، وبدون سابق إنذار يركض الأسد نحو جيش المسلمين وهو يزأر ويكشر عن أنيابه، فيخرج من جيش المسلمين رجل بقلب أسد، ويركض الرجل المسلم الشجاع البطل نحو الأسد، وبصدره عزة وإيمان وشجاعة المسلم الذي لا يهاب شيئا إلا الله، ثم قفز عليه كالليث على فريسته وطعنه عدة طعنات حتى قتله، فتملك الرعب من قلوب الفرس، كيف سيقاتلون رجالا لا تهاب الأسود؟ فدحرهم المسلمون عن بكرة أبيهم.